كيفاش تم بودكاست ساخر ناقد ولادع تضحك فيه تتثقف تتسلع وتبكي تعمل كيف على الفازات الجديده. تابعونا على جريدتي. كيفاش تو؟ سؤال تطرح فيه جينيراسيون زيد، سؤال المستقبل، سؤال نجمو نلقو له اجابه كيما نجمو نقو في دوامه. مرحبا بكم الناس الكل في الحلقه الاولى من بودكاست كيفاش تو. معكم صابرين حميميدة باش نحكو على فينومين جديد عمل ضجة كبيرة في العالم، باش نحكو على الميتافيرس. شنية هي؟ شنو تأثيرها على حياتنا، تعليمنا واقتصادنا؟ ومن وين جت الفكرة؟ وخيالنا لوين ينجم يوصلنا؟ باش يكون حاضر معانا حمدي بها نوها وبوسيسي. تحبوا تعرفوا شنية الهدرة؟ هاي تابعونا للاخر. تخيل روحك وانت راكش في البيت بستونات، تلقى روحك بحدنا في استوديو، تحل الباب تلقينا انا وحمدي وبهاء ونهاء وبو سيسي يقولوا لك مرحبا بيك. تجبد الكرسي، تنستلي روحك، تغزل الكاميرا اللي قدامك، يلا ايجا شوية على اليمين، ايوه صحيت، هز كتفك شوية بالضبط، وتوا شد الميكرو وانطلق. هذه هي الميتافيرس تو سامبلومون. فهمتها توا؟ ها فهمتش تي؟ مش مشكل، بطبيعتك هكا راكش بحذانا تو تفهمها بشوي بشوي. كي نقولوا ميتافيرس معناها هي تقنيه جديده وتصرف عليها برشا فلوس، معناها باز هي عندها تاثير على الاقتصاد. دونك هذا اللي باش نشوفوه توا مع حمدي في روبريك كرونيك. كرونيك اي كيفاش توا؟ بون صابرين، اقتصاديا نجم نقولوا اللي الميتافيرس قاعدة تصرف فيها وفي تطويرها فلوس زرقة، برشا فلوس. مارك زوكربيرغ مؤسس شركة فيسبوك اللي هو بدأ الحكاية هذه الكل ديرنيرمو، في حركة استباقية يشري شركة أوكلس اللي تصنع في نظارات الواقع الافتراضي بقيمة 3 بليون دولار. تتفكروا كالتصويرة اللي فيها مارك يمشي في وسط جمهور الكل لابس دي كاسك في ار، كل واحد راسه في جهة وهو يمشي كشخ. هذيك كانت في NWC 2016، وقتها العالم الكل حط يده على قلبه ودينا نتخيلوا رواحنا في فيلم The Matrix. بعد سيمارك في 2021 يعلن على تغيير اسم الشركة بتاعه إلى ميتا اللي تضم تحتها انستغرام، فيسبوك، واتساب وأوكلس بتبيع. يعني معلوماتنا الكل المربوطة على الريزوسيو والموجود عليهم باش تكون مستعملة باش يأثروا علينا. ومش كل ميتا، عنا زادة جوجل ومايكروسوفت اللي يصرفوا تقريبا 150 مليون دولار سنويا في تطوير الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي اللي قاعد يترن علينا ويستخدم في معلوماتنا باش يطور روحه بالطبيعة. واخر ما طلع شركة ديسنترلاند اللي تبيع عقارات في الواقع الافتراضي، تجاوزت قيمة المتر المربع الواحد 4000 دولار. حمدي كيفاش الواحد يشري اراضي من الواقع الافتراضي؟ يعني تو سامبلومون من اللي كنت تشري في مترو تراب باش تولي تشري في مترو كارت مير، تشري في ستوكاش. نسمع باه للريت يبيعوا في الريح للمريك وامور خدمه. المجال هذا حل وظائف لاكثر من 10000 شخص في العام هذا برك، اما كلهم دي ديفلوبر ودي انجينير دو اي اي. يعني فما برشا خدم وخدمات باش تختفي وباش تتمحى جراير الميتافيرس هذا، وخاصه خدمه البيروات. وبالطبيعه هذا الكل مسقط علينا وما انا فاهمين منه شيء، والخوف لنولوا نعيشوا في سيمولاسيون وما عادش منجمين نفرقوا ما بين الواقع والسيمولاسيون هذه، كما نظريه المصفوفه. شكون قال لي نحن تو ماناش قاعدين في سيمولاسيون من صنع الاي اي؟ وسيمولاسيون في سيمولاسيون جوسكا لانفيني. واحنا كعالم ثالث وبالذات العرب هذا الكل مسقط علينا واحنا ماناش نطوروا فيه وماناش فاهمين منه حتى شيء. كيفاه تو؟ سي تريز انتريسون. فلوس وخدم واستثمار، هذا تأثير الميتافيرس على الاقتصاد. كيفاش يكون تأثيره على التعليم؟ دير ولا شخص حكى على الموضوع هذا؟ هيا شقولكم يا جماعة نسألوا أهل الاختصاص ونشوفوا رياكسيون بتاعهم كي نسألوهم على التعليم بتقنية الميتافيرس. صحيح تقنية الميتافيرس معناها حاجة جديدة وتسهل العملية التربوية والكل، أما أني ضد استعمالها في مدارسنا التربوية كسوسواء العمومية أو الخاصة، خطرها فيرتويل وبعيدة برشا على الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه. وحاجة أخرى، ماهيش باش توفر في المدارس العمومية، نعرف الكونديسيون اللي عندنا في المدارس، ولو كان ما يشتيرش كونتاكت ديريكت وكتبات الصبورة والطباشير وكونتاكت بالملموس بالحق بينك وبين تلميذك، مستحيل تنجح العملية التربوية ومستحيل كتلمذات اللي عندهم مستويات. سمحني بربي يا أخي، مازال فما شكون يستعمل في الطباشير؟
في 2021 ودخلين على 2022 فما ما عندهمش صبورة وما عندهمش كرسي علاش يقعدوا في 2021 في تونس. لذلك معناه أنت باش تحكي لي على التقنية هذه، تحكي لي على حاجة ما هيش باش معناه نجم نجسدوها في مدارسنا وبعيدة ياسر على الواقع الملموس متاع المدارس والمعيش متاع تلامذتنا. أما قبل كتطلعوا السمارتفون قلنا لي هذه حاجة بعيدة برشا علينا وما نجموش حتى نشروها، بار كونتر توا نشوفوا في العباد تاخذ في كريدي بونكير باش تملك هي سمارتفون. كلام ذا مش بيتهم الكل مستعدين ياخذوا كريدي باش يشري ولد معناها التقنيه هذه سامحيني باش يقرا بها. انا راني مدامني مربيه معناها راني ام ومعناها راني واليه، لذلك قبل ما نحكي على الصغير اللي يقرا عندي في المدرسه في المدينه نحكي على هذاك في الجبل وما عنده حتى امكانيه. بون كوميم الميتافيرس هو انجاز ما تمش طرحه سبهلله، بالعكس هو باش يسهل علينا التعليم ويخرجنا من الأجواء التقليدية، وإحنا توا في عالم يحكي ديجيتال، ألوغ صعيب برشا باش نرجعوا للطباشير والطلاسة والمقعد. أون فيت إحنا بدينا نبدلوا في طريقة التعليم ملي جات كورونا، ولينا نستعرفوا بالأونلاين، قراية على الزوم والجوجل ميت. أسئلة كبيرة برشا في موضوع الميتافيرس، شقاسي بها؟ كيفاش توا؟ زعما نجمو نعملوا جنازة بالميتافيرس؟ كيفاش باش تكون ليتيليزاسيون تاعها؟ زعما يجي نهار وتولي في تونس وقتاش تكون ديسبونيبل؟ زعما ما خير هي ولا الرياليتي؟ اسكو الناس الكل عندها الحق تستعملها؟ تخيل زعما كيفاش باش تكون بريزوتوبنيت؟ زعما بالميتافيرس نجمو نعمل كل شيء؟ زعما الماتريال وين نلقوه؟ واذا لقيناه بقديش؟ كيفاش باش يكون التفاعل بالميتافيرس؟ وشنو اللي زفي نيجاتيف متاح؟ كيفاش باش تولي الناس تخمم بالميتافيرس؟ وشنو علاقة الصغار بها؟ كيفاش نجمو نحموها؟ زعما الميتافيرس بتسهل لنا حياتنا ولا باش تزيدنا مشاكل اكثر واكثر؟ اذا البيسي ولا التليفون يتفاريس كيفاش باش يكون القانون اللي يحكمه؟ كيفاش باش نولوا واحنا قاعدين نهار كامل على كرسي؟ كيفاش باش يكون الاجرام في الميتافيرس؟ كيفاش باش تكون لغه الميتافيرس؟ زعما عندها فلوس خاصه بها؟ اسكو باش نوصلوا ليفل ما عادش نفرقوا بين الواقع والفيرتويال؟ هاي الزينة تو خاطر أسئلة بهامة وفاش ترى خلينا نشوفوا السينما والأدب شنو حكاية على العوالم الافتراضية مع ريبريك كتاب وصورة. كتاب وصورة. السلام عليكم ناسي وحبيبي جملة وبالحملة، مرحبا بكم في ريبريك كتاب وصورة. اليوم باش نحكي لكم على فيلم انسبشن لكريستوفر نولان، خرج عام 2010. فيلم ساينس فيكشن وغموض، ربح 4 أوسكارات و32 جائزة في العموم، وفي 2010 تصنف من أكثر الأفلام اللي دخلوا فلوس. تعرف صابرين إن الفيلم عودته 7 مرات، تحفظته سيء ويسر حبيت فيه حكايته العميقة كيفيه يسرقوا ويزرعوا أفكار في مخاخ العبيد عن طريق الأحلام. وفي بالك زيادة اللي سكريبت الفيلم قايد كتاب 8 سنين، وهذا اللي خليه يكون مخدوم بالباهي ويخموا في ديتيلز الكل، لدرجة إنه حتى أسامي الشخصيات ما كانتش عشوائية، وكن لموا أول حروف من أسامي المين كاركترز دوم، روبرت، إيمز، آرثر، مال، سيتو يكونوا دريمز، ونزيدوهم بيتر، أريادني ويوسف يعطونا باي اللي هي مع بعضها دريمز باي، وهذا بالضبط هما فيش يعملوا، يعني هذيك هويتهم. الفيلم يا جماعة موجود في نتفليكس ولا ايجي بيست، وننصحكم زيادة بأبليكاسيون اسمها ستريميو تيم الاخر في كل بلاصة. واخر حاجة نحب نحكي لك عليها هي ابداع هانز زيمر اللي يفهم روح الفيلم بالباهي وخرج لنا تكامل، وهذا كان واضح وما يتخلفوش فيه اثنين. ونخليكم توا تسمعوا الابداع باش تفهموني اكثر. وين باش نرشح لكم كتاب أرض زيكولا، ونحب نبدأ باقتباس من الرواية. يقولون الحب أعمى وهو يقول أصابني العمى حين أحببت، وين نقول باش يسيبكم التراش من ريبريك متاعي. الرواية للكاتب المصري عمرو عبد الحميد، نشرت أول مرة عام 2010، وعلى ما نجحت عودوا نشروها بعد 5 سنين، والقراء كانوا في الموعد باش يشروها، لدرجة أنه في 2016 احتلت المركز الثاني في قائمة أكثر الكتب مبيعاً بالنسبة لمكتبة كتابيكو وعصير الكتب. الرواية فيها 288 صفحة، أما أنا نأكد لكم اللي ما كونش باش تحسوهم جملة، وتوا نحبكم تتخيلوا معايا.
تخيلوا رويحكم في أرض غريبة دايرة بها صحراء كبيرة مش ريت الكل. تخيلوا أنكم تنجموا تشرو اللي تحبوا عليه الكل وما غير فلوس، أما بوحدة الذكي متاعكم، يعني كل ما تشري وما غير ما تربح تقرب للغباء أكثر. تخيلوا رويحكم في بلاصة كل عام يحتفلوا بذبحهم الأفقر واحد ويمنعوا عليك الخروج إلا مرة في العام. تخيلتوا البلاصة هذه اسمها ألزيكولا، الأرض اللي ضاع فيها خالد لعمي حبه الموني اللي خطبها 8 مرات وفيهم الكل بوها يرفضوا خاطر ما عملش حاجة سبيشل في حياته حاجة تخليه بطل، ولا عاد رمي يروحوا في سرديب وهو ما يعرفش مصيره، وهذا الكل في سبيل الحب، ولا إنه الحكاية وليت عنيد أكثر من أنها حب، عنيد في بوها وكما نعرفه كل ممنوع مرغوب، أما حبه الأصلي كان الأسلي اللي قصتهم كانت مبنية على الصدق وتضحية من الأول. بالرغم اللي نهايتهم كانت حزينة وبالأخص بالنسبة للأسيل اللي تنجموا تعرفوا بقية حكايتها في الجزء الثاني أماريتا، الرواية موجودة في المكاتب التونسية ولا في دي في زيادة. هيا هاني عطيتكم فيلم ورواية، ما تبقوش تخموا عاد على بروجرام الناس دواي. هاولو هي عطتنا فكرة على فيلم وكتاب النجم نطلع عليهم، وما دام زلنا في الامبيونس متاع العالم الافتراضي خلينا نسرحوا شوية مع الخرافة اللي بيش يسمعها لنا بوسيسي. رقدت وهزتني الأحلام، شفت خيال في تاريخ ظلام يضاويلي ويقول لي يجا يجا، قلت صيينا لقيت الحب ولقيت الغرق، نشوف الشلب فازيت وفلا فإذا به مانشستر وولمبيك الكيف تلعب، مخي عمل ديماراج ولا نسيت عادي معنا. فجعة نشوف في روحي ترانكوش وبدن وهابط ماك الحوتة متاع كندي كراش، قلت الخجان هذا ما يطلع كان من الكفتاجي متاع عمر حاصيله مش ميضوعنا، نلقى روحي بين 4 حيوط نسمع في صوتي خرف وحده، هل قلقت مش كبة؟ هل تقرت من الحال؟ هل فلقت من الدنيا وما فيها؟ تيقر بركة ديك خفيفة نعرفك كره روح. ما جاوبتش، اما بالرسمي فديت من حياتي اللي ما عندها حتى هدف وما فيها كان الوجيع. ميتافيرس شنية؟ ميتافيرس يا رجل فيش تحكي، ميتافيرس شفيها صعيب، سيبني خل نخدم خدمتي ونروح. ايه العالم اللي فيه باش تلقى كل شيء وتعمل كل شيء ويحقق لك احلامك وانتي في الدار، شبيك لبيك صاحبي. حلمتي نرجع نطلب السماح من امي ونسلم على جدي قبل ما يموت ونصلح اللي عملته قبل ما يفوت لفوق، حلمتي نحرر روحي من الحدود اللي رسموها لي من الخيوط، وزيدا نحب نحل عيني ونقرا اللي مكتوب على جبيني، نحب نرتاح ميسالش. خويا معنيش هذا كل را، اما تنجم تقابل قاورية لين حب على جدي. مخاطبكم مشغول بمكالمة اخرى، الرجاء اعادة طلبكم لاحقا. تعدت ليامات وننحب نخرج، جاع جاع، فقت على صوت عركة في الحوم، نلقهم حايسين على خاطر الماء والضوء مخصوصين، وشني باش نعمل في بيكم شابط نعاون. رجعت رقدت. مرحبا بيك في تونيفيرس، تسكن تاخذ بطالة وتعاسة وفقر بلاش حاصيلو. توتا توتا خلصت الحتوتة، وكان معاكم بوسيسي. صحيح العالم يعيش في ثورة تكنولوجية كبيرة سهل علينا باش ناخذ المعلومة فيسع، باش نتطوروا أكثر، نتنقلوا أكثر، نكتشفوا ونتثقفوا أكثر، لكن السؤال يطرح نفسه، هل هي الحل الأمثل للقضاء على أصعب القضايا مثل الجوع، التعليم، العلاقات الإنسانية والقضايا السياسية، ولا هي لعبة كبيرة باش تتحكم فينا ونكونوا تحت سلطة الروبوات؟ كنتم مع بودكاست كيفاش توا، تقديم صابرين حميميدة، إعداد صابرين حميميدة، حمدي بالحاج، بهال حميدي، نهاج عيدي وآمنة السويسي، مونتاج أبياج، ميكساج وغرافيك حمدي بالحاج وآمنة السويسي. إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، نستناو الفيدباك متاعكم، كومنتاريتكم وجاماتكم. نتقابلوا المرة الجاية في حلقة جديدة من بودكاست كيفاش توا.